عجه الباذنجان باطيب واسرع طريقه. شايفين من جوا ما احلاها طالعه. بسم الله ما شاء الله. هلا اول شيء نبلش فيه نسمي بسم الله، بنصلي على رسول الله. عندي 3 حبات باذنجان بهذا الحجم، بدي اقشرهم بشكل منيح. طبعا ما بدي اخلي فيهم قشر، هيك بعد ما قشرتهم بدي ابرشهم برش. شايفين كيف؟ بهذا الشكل. خلوا تحتكم مصفاي وصحن. بسم الله. نبرشهم على الوجه الخشن. هيك بعد ما برشت الباذنجانات كلهم، شايفين المي اللي نزلت منه؟ هلا بننظف حوالينا. عندي حبتين من البصل بدي اقطعهم ناعمين. نضيفهم على الزبدية. بدي تقريبا باقة بقدونس بدي اقطعها ناعمة. نضيفها فوق البصل. نجيب زبدية أكبر مشان نعرف نخلط. بدي أضيف عليها 5 بيضات. هاي 5. نحط واحدة زيادة للبيعة. هاي 6 بيضات. نحط له معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. نضيف عليهم معلقة صغيرة من الفليفلة الحمراء. أنا هاي كتير بحبها. حدة أو حلوة. وتقريبا شي نص كوب من الطحين. هلا بدي اضيف عليهم الباذنجان، بس لازم اعصره بشكل كتير منيح. لازم اتخلص من مية الباذنجان بشكل كتير منيح. بنضيفه فوق الخلطة. شايفين شو اطلع مي؟ أكثر من الباذنجان بذات نفسه. وهلا بدي اخلطهم بشكل كتير منيح حتى تتجانس معي وصير عندي مثل الخليط. شايفين هيك قوامه ممتاز. هلا بننتقل على الزيت. عندي هون زيت حامي بس ما حميته كتير، يعني وسط تقريبا. بالمعلقة اللي بتاكلوا فيها بدنا نشتغل فيها. بنجيب كمشي بهذا الحجم وبننزل بالزيت. بسم الله. وعلى الزيت. بسم الله. هلا ما بدي اقلبهم حتى ياخذوا لون معي من تحت. بسم الله. هلا هيك عند العجة جاهزة. بنشيلها وبنحطها على جنب. هي عجة الباذنجان صارت جاهزة معي. وهيك صار عندي اطيب صحن عجة بالباذنجان. شوفوا قوامها ما احلى طالع. بسم الله ما شاء الله. نجيب خبزة نحط فيها قطعة عجة، شرحتين بندورة، شوية نعناع، شوية شطة بتشهي القلب. قول بسم الله. يا سلام، بتشهي نبضات القلب. شايفين من جوا ما احلاها طالعة. جربوها بهي الطريقة واعطوني رأيكم بالتعليقات. السلام عليكم.